بقينا نقول للجنة حوشنا رافي خطرة في الخالة الحمراء والبارح طاح علينا رحنا نشكو نطلب من السيد الوالي خمسة تاع الرحلة مادا بيه يشوف في 13 عائلة راها في خطر في الخانة الحمراء أولادنا باش راهم يتمشوا وخي قاع الأطفال تاع هاد الحوش 8 تاع الأطفال بمرض الربو خلاونا نقولها الكروشة اللي بغايين يشكو قاع مرض الربو أنا داري اللي نسكن فيها حوش يغسلوا فوقي يقضوا فوقي نرقد اليوم في الليل نقول تموت بزاف رانا في 10 سنين رانا نسكنوا هنايا كاين 14 عام كاين 20 عام كاين حواسهم مشيهاش مشيهاش من هنا جايب الخانة الحمراء ورحلوا احنا ما حناش ما بينونا حتى حاجة نحبوا من السيد الرئيس بوتفليقة احنا جزائريين نتمنوا من عند الله تعالى مساعدة يفرج علينا بينا بالأطفال تاعنا احنا ما عليناش لمتنا وهذا الأجيال الصاعدة ما عندهم حتى ذنب نتمنى من عند الله تعالى يفرج علينا ويبعد علينا بونطولين اللي قطعتها الدولة رانا نعانوا من الدواء ونعانوا من المصروف ونعانوا من مرض الربو ما لقيناش أي وسيلة باش نشكو شكينا غير الله كان يوم سبحانه جيت منه من عند الله تعالى غير المساعدة ما باغيين حتى حاجة لا مصاريف ولا مال ولا باغيين قبر الدنيا سكان حي رأس العين الوالي والسلطات المحلية تدخل وإزالة مخلفات عملية الترحيل الأخيرة التي أصبحت تهدد حياتهم وخلوا هاد السكاني كما مازال هدموهم ورحلوا هادوك فرحوا بصحتهم احنا هادوك خودنا بصحنا موراهم رانا نعانوا اخويا كتشوف الحيطة كده مدايرين كتشوف ما هدمولناش ما حاجة رانا معبنا اخويا ما نطفلش نعيشوا ايام واحد اخرى يعني هما اللي قالوا حتى تصرى كارثه تصرى ازهاق ارواح باش يجيو تفقدونا حنا ماذا بينا نبلغوا السلطات باش يزيدوا لنا زياره ميدانيه على راس السي الوالي وشيخ دايره وتفقدونا في اقرب وقت ويشوفونا بالمعاناه رانا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هنا كاين ناس اللي باغي يتسالوا يقول لك علاش درنا هذا الفيديو باش بيسك شفناه من هادو سنة وشي حاجة درت لكم هاد الفيديو الأول باش نوصلوا الكذاب الباب الدار هنايا السلطات اللي ما طاحت عليهم السكنة هادو والديا طاحوا عليهم جاو عندهم وعطوهم عهد مع الأسف الشديد العهد داك السلطات المحلية ما شدتش فيه وهنا وين بقى الشعب ما بقاش يدير ثقة في السلطات تاعه من جل هاد الناس هادو اللي ولاو يكذبوا على الشعب وهنا الصمت مليح ماذا قال المسؤول نتاع البلديه السكنات التي مسفها عمليه الترحيل في راس العين ولم تهدم بوجود سكنات مشغوله ولم ترحل بعد عرضنا المشكل على السيد رئيس البلديه والسيد رئيس دائره وقد امرنا السيد رئيس الدائره بفتح تحقيق في هذا المشكل بالمباشره في هدمها في أقرب الأجل مشغولة ولم ترحل بعد عرضنا المشكل على السيد رئيس البلدية والسيد رئيس دائرة وقد أمرنا السيد رئيس الدائرة بفتح تحقيق في هذا المشكل بالمباشرة في هدمها في أقرب الأجل 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 من 2017 عام وشي حاجة لأن على 2018 بغي يكمل من اللي قال هذه الكلمة هذاك الشيء اللي عملت لكم الفيديوهات الأولى باش تشوفوا بأن السلطات هذه ما يقولوش الحق يكذبوا على شعبهم هذا حوش الرقدية طاح وراه يزيد الحالة فيه إلا تدهور نهار على نهار أنا اليوم دخلت بكل صراحة ما نجمش حتى نشوف فيهم الداخل كل شيء راه مهود عليهم من
الله يشد لك فيها وخضرين تحلي من هذا وخضرين تحضر فانتك طايحة قاع منها ما بيش بسجمها من تسجم ليش يا قاعد لكم كريم كريم بياس كويزين خوشي خوشي أنا حارسني هذا الفيلي يا بشير الله يلي هذا الفيلي اللي حارسني اسمك الله حبيب شو الحبيب صح مالك الله فيك وهضرنا معاهم وهضرنا معاهم هذا تفشور نعم نعم تهضر يا وانا صوروا فانيكي معك السلام عليكم ها ربي رحمكم انتم مولاي هذا هو قاعد مول بعد هو خايف حسبي الله هناك شحال انتم فيها انا ماما يا ماما كيك شي له وحش الرقديه هذا هو هذا عليه شام خطر الحوشه هذا شو هذا كل يوم هذا هذا عليه شام خطر اليوم ده لا خلينا مع عبد الله هذه لا طايحة هنا قاعد ديارهم قاعد ديارهم لا قاعد ديار طايحين لا قاعد ديارهم طايحين بكش دار لي يسلموا هذه بلا هذو اللي راهم اللي ما عرفش انا الزار هنا هذو انا هذو وانا مشيت ثلاث ليالات في الحقيقه ولقيت تما بلوك في حي النور فيه 14 سكنه وقالوا لي نهار اللي جاوا عندهم اللي طاحت العام اللي فات وقالوا لي تما قالوا لي هذا هذا البلوك سي بوغ حوش الرقديه انا على بالي بها بكل صراحه قلت هنا ابري برومس هاد انا على هذا وين طاح هذه مش طاحت هذه طاحت طيبي هذه طيبي وين هذه طايحه من هو مكاش مكاش السكنه اللي هي س س س س س س المعنى يا مكاش كل هذه مساكين قاع هكذا ويطع عليهم هم يرقعوا يقعوا من جهه ويطيح من جهه يرقعوا من جهه اللي طاحت قاع كوخ اللي خاذ انا ودني انا وياك هذه اللي طاحت ذاك العام هذه هي هذه اللي طاحت شيلالي هو والله ما عرفش انا شيلالي يا بيرسون السلام عليكم بخير هذه طاحت قاع كومبلي هذا شحال تو شحال السلام عليكم انا مسكين ديال هذا هذه طاحت قاع وما قري صام مسكين واش قطع ليا طاحت قاع اخونا شيلالي زاد رقع شو كاين الاخوه من هنا القطار تاع النوره تاع عليها شحال تو هنايا 14 لا 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 هو دار الله يفرج عليكم الله يفرج عليكم امين اخويا هذه دروس ثاني صدقها يا ريت هذا اللي كان تبغى هو قاعد هرز ما يشتكي كل الديار هنايا راهم مش عشكون فيكم اللي في حياته هذا هذا على حقهم هذه حاجه ولا لا لا تكلمي تكلمي توا انا عشر هنا قاعد خبينتكم هذه راكم غبونين احنا كنطلع على روحنا
الله يفرج عليكم. الشافع قريب 70 عام هنا يا زايد هنا، وكاين والديه هنا، يعني من الاولين اللي زايدين في راس العين. انا غادي نسقسيه شويه على راس العين، على احوالها، على خلو هذا البني. واش السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفكم دايرين الشرف؟ لاباس خويا. يا خويا كيفكم داير من الاحوال هذه هنايا؟ راك تشوف نو سون دي مور فيفون هنايا، ورانا حيين وواقفين امام ربي. حنا جاو مركانو لا ديرنيغ فوا لي بون قدام شاف دايره. حنا بغينا نديرو الركور على ولادنا حنايا، صافي اون اني دمي ولا ما عرفت بريسك دو زاني درو، وانا قراو هاد الركور تاعهم. يلون ليسي هاد لي زابيتا لي زان دو راهم يصدمو على بالك، فوضى راهي واقعه من عندهم ماشي من عندنا حنايا. حنا بلعنا، راك شفت لي فيديو هذاك تاعنا، انا بلعنا كاع الزنق دو نو بوش، ولادنا بلعو كاع. البيبان الحوايج اللي بلعتوهم من جيوبكم انتوما؟ من جيوبنا. بارك الله فيكم. وشكيت البلديه وعطيت بريه للمسيو الولي، وعطيت بريه كسمو نتاعنا التريزيام، كاع عطيتهم. بغيت نسقسيك حاجه، ما عندكمش هنايا جمعيه ولا تنسيقيه ولا اللي لكم كاش؟ يا با انا عييت روحي، انا عييت نبطعي وما جي بي بي. ماشي عندكم تنسيقيه هنايا اللي قال لي بعدا بشي؟ بصح كل واحد وراه جابد، كل واحد على جيبه، واحد لو بون واحد ركب. باسكو في الحقيقه كون التنسيقيه والجمعيه انت اهلها، لماذا انت اهلها؟ انت من 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 الاولين في راس العين هنايا. نعم يا خويا. وهاد البني زادوا خلاوه هنايا، ديالكم كارثه. ماساكر هنا شحال من واحد رانا نحاوزوه، وحشك وحش الملائكه راهم يجيبوه حتى ما تبقاش نكملها. احنا نحشموا عندنا الحياه، راهم يباتوا هنا في لانوي، نضلوا نحاوزوا فيهم. شيقد تضرب واحد يقتلك ولا انوتراج ما جاياش. راه شاف خويا لتحت ثاني في الواد ثاني راهم يصدموا، وما بجمناش والله ما بجمنا. وانا صافي. وانت يا سي الزاوي كاش ما تقول لنا عندك هضره شويه؟ شنو نقول لك انا؟ هذيك كل شيء، هذيك المشكل تاع المسؤولين الاولين، السابقين، المسؤولين السابقين هما يديروا هذا الشيء، خلاو هاد الناس. يعني هذه تراكمات من انا تراكمات من 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 مسائل الوالي السابق. نعم الوالي السابق. وصاي هذه اللي نقول لك عليها، الناس هاي زاد ما كيما نقول لك الاخر، الناس هاي تضم خلاو هاد البني ومن بعد تنوض مشاكل ونقعد والتنسيقيه هذه، التنسيقيه غادي نقول لك عليها، التنسيقيه تخدم مصالح تاعها. انا واحد من جماعه التنسيقيه هضر نقول لك بدا كل واحد يجبد من جيبه، كل واحد من التنسيقيه كل واحد يحوس على مصلحته. وصاي يعني هنايا صعب راس العين مساكين ولادها طفر فيهم، اللي قال لهم الحاجه الوحيده هي يجتمعوا ويديروا واحد ثلاثه ولا اربعه اللي يهضروا على الحي، اللي يهضروا على الحي على ارواحهم. يهضروا على ارواحهم. ما كانش مكتب تنسيقي هذا من حي سيدي الهواري حتى راس العين نتاع مصالح، كان جماعه تخدم غير المصالح تاعها. ما نكذبش عليك انا، كي هضرنا ولينا ما نسواوش. لا باسكو انت فيك حاجه الزينه كان مثل الحق تقولها في الوجه. لا عمد انا نقول هضر في الوجه. انت يا كاين الشرف كاين بكل صح. والله هضر الصح على حقيقه، لكن يحاول يخدم المجتمع ونخدموا الشعب ونخدموا الاعلام. لكن عندنا غير على الاعلام ونخدموا الشعب تاعنا مرحبا، بصح الا كانت نوفقوا غير ما كان لا ونمشوا على الحابلين ودوبل زيد دوبل مو افيك بروف عندي كواط وكاع افيك دي بروف باللي رسلت للسلطات بلون رانفي حتى واحد ما ولنا وكاع رانا قاعدين هكا. وراك تشوف هاد الناس هادو ما مجمناش. باسكو شفنا حوش دروك بكل صراحه راهم في كارثه، وهاد الحوش الحوش كي راه داير بكل صراحه تا خوتنا هادو. انا ننسى روحي، انا كي نشوف كيما. نعم 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 ننسى نعم. روحي. وش تقول الزاوية الكلمة الأخيرة نتاعك على هاد الأخيرة؟ شوف هاد الشعب حل. نعم. يا يعني ينقوا عليه ويخدموا عليه ويهدموا هاد السكان اللي باقيين ويخلونا ويخلوهم ترونكيل، نهار تجي الرحلة يرحلوهم. هذه اللي نقولها، ينقوا على هاد الشعب. ما عادكم الحاكم كما كان الحوش هذا اللي شفنا. هذا الحوش خاطر واحد الحوش دوك شوف كاع اي يديروا غير السكريتير تاع الوالد، غير السكريتير تاع رئيس البلديه اللي قد يسكن ديك السكنه يتخنى لها.
اودي خدام على جيتي خدام خديش كنديك السكنه اللي تخنالها والله لا تبهدلنا قسم لك بالله انا كاع نسيت روحي كاع نسيت كاع الهم تاعي انا كاع نسيت همي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد دير الاكسجين هذاك الاكسجين لا حول ولا قوه الا بالله يا الله لا بزاف فينا كاع همي هذو العاملين فات جاو مساكين سجلوهم العاملين فات جاو عندهم وخرجت الناس برومي الحاج برومو ولا برويلون برومي ولا الحاج وعندهم وثائق عندهم تاع البومبي كنا نهضروا معاهم نقول لكم في الرحله راكم في الرحله يا ودي حييني اليوم انا بصح هذو لو كان طيح دوك الشتاء راه في خطر ما يبقاوش خطر ما يبقاوش المساكين الشتاء كما خطر اللي فات وطول تقعد نص ساعه هذيك غير 10 دقائق كون تقعد نص ساعه ما يبقاوش راه مون دونجي دو مور هذو كون يطيح النو ولا الشتاء قاويه ولا راه مون دونجي دو مور يا خويا تبارك الله فيكم سي الشريف وشي الزاوي عاوزين نخدموا الخير احنا عندنا غير على البلاد ونحاول نخدموا الصح ما نخدموش تنوفيق ما نخدموش كذب لكن نكذبوا على المسائل غير ما كان لا الحمد لله يا حاولوا نخدموا الصح لكن